بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الفضائل الأخلاقية الرأفة، ومن الرذائل القسوة، وموطن الرأفة والقسوة هو القلب. الله سبحانه وتعالى يقول: فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. ويصف رسوله الكريم في القرآن العظيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة لين القلب، القسوة شدة القلب، وهما سبب الرحمة أو الغضب. الإنسان الرؤوف القلب يكون رحيما عادة، والإنسان قسي القلب يكون غضوبا عادة. لين القلب من صفات المؤمنين، رقة القلب من صفات المؤمنين، لأن رقة القلب تسبب للإنسان قبول الطاعات ورحم الآخرين، في حين أن قسوة القلب تسبب عدم قبول الطاعات وعدم قبول الهداية. ومن أسباب كفر الكافرين مع رؤيتهم المعاجز، من تلك الأسباب قسوة القلوب، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والله سبحانه وتعالى كلما ذكر القلوب القاسية في القرآن الكريم ذمها، وكلما ذكر القلوب الرقيقة مدحها، لأن القلب هو منشأ العمل. الإنسان المؤمن لماذا يعمل بالطاعات؟ والإنسان المجرم لماذا يرتكب الجرائم؟ هذا الأمر مربوط بقلب الإنسان، مرتبط بكيفية تفكير الإنسان. الإنسان يفكر تفكيرا إيجابيا فيعمل عملا إيجابيا، أو يفكر تفكيرا سلبيا فيعمل عملا سلبيا. ولذلك في عالم اليوم غزو القلوب والأفكار من أهم الأمور التي يحاول لها أصحاب المبادئ المتناقضة أو المتضاربة، يحاولون غزو الأفكار والعقول. لماذا؟ لأنهم إذا غزوا الأفكار والعقول، الإنسان إذا اقتنع بفكرة يعمل. إذا الإنسان اقتنع بلزوم الصلاة يصلي، إذا الإنسان اقتنع بلزوم الزكاة يزكي، لكن إذا الإنسان لم يقتنع لم يصلي. الذين يتركون الصلاة سبب تركهم للصلاة عدم قناعتهم، قد يكون مسلما بالاسم لكنه غير مقتنع. فلذلك القلب هو مركز لعمل الإنسان وسبب لعمل الإنسان. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول: إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأن القلب السليم هو سبب للعمل السليم بطاعات الله سبحانه وتعالى وتجنب معاصيه. فلذلك الإنسان إذا كان رؤوفا، يعني لين القلب، رقيق القلب، رقة القلب تسبب قبوله للطاعات أسرع، وابتعاده عن المعاصي أسرع. ولذلك النساء لأن قلبهن أرق من الرجال، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى حباهن بالعاطفة، باعتبار تربية الأولاد يحتاج إلى عاطفة وحنان، لذلك هؤلاء أقرب إلى قبول الحق من الرجال. وفي الإحصائيات التي نسمعها وينقلها الإخوة، أن الذين ينتقلون إلى الإسلام من الكفار في بلاد الغرب حوالي 80% منهم من النساء. لماذا؟ لأن قلبهن أرق، فقبولهن للحق يكون أسرع. وفي بعض الروايات أكثر أهل الجنة النساء.
فبناء على ذلك الإنسان إذا حاول أن يكون قلبه رقيقا يقترب إلى طاعة الله سبحانه وتعالى أكثر، فيؤثر في الرحمة، يكون رحيما. لكن إذا كان ذا قلب قاسي هذا يكون غضوبا، وغضبه يسبب أن يتجاوز الحد في الأعمال. لذا الغضب بشكل عام من الرذائل. صحيح إذا الغضب الإنسان كبح جماحه وجعله في الدائرة الصحيحة يكون مفيد للإنسان، ولكن غالبا الغضب يفلت زمامه ولا يتمكن الإنسان من كبح جماحه، ولذلك يسبب ارتكاب الإنسان للجرائم أو للمخالفات أو ما إلى ذلك، بحيث أن الإنسان بعد الغضب عادة يندم لأنه فقد أعصابه وفقد عقله وارتكب بعض الأعمال غير السليمة وغير الصحيحة. أما كيف يتمكن الإنسان من إيجاد الرقة في القلب وإبعاد القلب عن القسوة، فهذا يكمن في الابتعاد عن الأمور التي توجب قسوة القلب، الابتعاد عن بعض الشهوات غير المشروعة، الابتعاد عن بعض الأفكار غير السليمة غير الصحيحة. وإذا الإنسان حاول أن يوجد في نفسه حالة رقة القلب يتمكن من ذلك، لأن الإنسان إذا عود نفسه على شيء تعود عليه. فلذلك ينبغي علينا أن نستثمر الفرصة المآتية في الشهر الكريم شهر رمضان لكي نعبد الله سبحانه وتعالى أكثر، نتلو الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة، نحاول الصلاة أكثر، العبادة أكثر، الطاعة أكثر، التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى أكثر. هذا يسبب للإنسان حالة من الخشوع في قلبه وحالة من الخضوع في جوارحه، وذلك يسبب بالتدريج زيادة رقة القلب، وهذه الرقة في القلب تسبب للإنسان الرحمة وتسبب للإنسان قبول الحق، وكذلك الاستماع إلى المواعظ، الاستماع إلى سيرة أهل البيت، سيرة الرسول صلى الله عليه وآله، إلى مصائبهم. هذه توجب بالتدريج رقة القلب والرأفة وما ينتج من ذلك من الرحمة في القلب وفي العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.